بظل التوترات السياسية والأمنية بلبنان، فسحة أمل للقطاع السياحي. لبنان بعده موجود على الخريطة السياحية، هيدا يلي بأكده أكثر من 30 شخص من أصحاب ومدراء فنادق فخمة من حول العالم اجتمعوا ببيروت لتسويق علاماتهم من ناحية اهتمامهم للاستثمار بالسوق اللبنانية ومن ناحية تقوية العلاقات مع المستهلك اللبناني. Leading Hotels of the World يلي أوتيل رويال بيروت ممبر فيها موجودين اليوم ببيروت تيقولوا إنه الشعب اللبناني بعده أكتف وجايين تيقولوا إنه نحن مش مصدقين كيف نجي على لبنان ويكون عندنا بارت أوتيل بلبنان لأنه بالنسبة لإلهم نحن مثال بالهوسبيتاليتي. بيروت is a new market. في الأول في السنوات الفارطة حوالي 7 سنوات اللي فاتت كنا مركزين على الخليج. عندنا increase حوالي 35% كل سنة من اللبنانية، لأن اللبناني ما شاء الله أنت عارفة عياش. مجموعة ألمانية عندنا 7 أوتيلات وعندنا النية بنفتح لأنه لبنان دائما هو اللي بيعطي الفاشن يعني الميدليست كله. جروب فرنسي عمره 115 سنة تقريبا. الماركت اللبناني بهمنا كتير أكيد لأنه وبهمنا أنه نفتح كمان بلبنان وعم ندرس الموضوع ولا بس ناطرين أنه الوضع يرتاح شوي. هالإقبال يؤشر على أن الصورة السياحية منا سوداوية، على أمل أنه تعمل الحكومة الجديدة على إعادة إنعاش هالقطاع يلي بيشكل 20% من إجمالي الناتج المحلي اللبناني. وبمناسبة العيد العالمي للمياه، نظمت الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا مؤتمر حول إدارة الموارد المائية بالتعاون مع ملتقى التأثير المدني وبرعاية وزارة الطاقة، وتم التأكيد على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لحل المشاكل يلي عم بيواجهها قطاع المياه، خصوصاً بظل سنة قاحلة بالنسبة للمتسقطات ومع تزايد أعداد اللاجئين السوريين.